اليوم عندنا معرض للأعمال الفنية الخاصة بأطفال مكتبة بلدية طول كرم قسم الأطفال، أو مكتبة المركز الثقافي لتنمية الطفل طول كرم، ومكتبة دار اليتيم العربي. طبعاً هاي قمنا عليها مع اللجنة التحضيرية لأسبوع القراءة الوطني، لتكون فعالية للأطفال ضمن أسبوع القراءة الوطني اللي كان اللي ما زال شعاره القراءة طبع وطابع. نشاطنا الآن اليوم ضمن الأنشطة المركزية التي نقوم بها ضمن حملة تشجيع القراءة، نشاطنا هو اليوم عبارة عن معرض صور للأطفال بالتعاون لرواد مكتبة بلدية طول كرم قسم الأطفال ومركز التنمية ونزلاء جمعية دار اليتيم العربي. ويأتي النشاط ضمن التعاون مع المؤسسات كوزارة الثقافة والتربية والتعليم والعديد من المكتبات، يهدف إلى تشجيع الأطفال على الارتياد وصقل مواهبهم، وكمان التواصل بين الأطفال والمكتبات عن طريق الرسم. وكان لهذا النشاط أنه فرحة كبيرة لدى الأطفال لما يكونوا يلاحظوا رسوماتهم معروضة ويشوفوها الآخرين أمامهم. شكرا لكم.